الملكتان الواقفتان في وسط الدوار في مطرح. لم يفكر أحدا فيهما ولم تغريا أي صياد. ليحملهما إلى بيته لكي يلعب أطفاله بهما أو لتكونا وجبة لذيذة لعائلته. ولم تتعاطف معهما ربات البيوت وهن قادمات من القرى البعيدة إلى سوق مطرح، ولم تلتف إليهما عدسات كاميرات السائحات الأوروبيات المندهشات من سوق الظلام. وحده القط الجائع الواقف على الرصيف فكر أن يقطع الشارع وساحة الحكاية، وأن يحاول الوقوف فوق رأس إحدى السمكتين في الدوار ويسرد لهما قصة سلالته الهندية، وكيف أصبح مشرداً متشرداً في مطرح، وكيف تركته العائلة الهندية التي تركت روي ورجعت إلى نيودلهي لتستطيع الإبنة الوحيدة للعائلة دراسة السينما في بلادها، التخصص الذي حلمت به منذ أن كانت طالبة في المدرسة الهندية في دارسيت. كلب السفينة الفرنسية. علم فرنسا يرفرف فوق السفينة الرابضة في ميناء مطرح منذ 5 أيام، هكذا أخبرني نادل المقهى الواقف على بوابة السوق. جميع ركاب السفينة ينزلون في الصباح يمتطون ضحكاتهم وعدسات هواتفهم ودهشتهم من تفاصيل الأمكنة، يتوغلون في جسد مسقط ومتاحفها وجوامعها وفي ظلمة السوق وفي بياض المباني وفي أسئلة القلاع والأبراج. في الليل يعودون إلى سفينتهم يتمددون على أسرتهم، يقلبون الصور المتكدسة في هواتفهم، يضحكون على ابتساماتهم الباردة والمتجمدة في الشاشات. تحت الياسمين في الليل نسمع والورد الحزين لغصان على يتيم تمسح لي دمعك عيني لغصان على يتيم تمسح لي دمعك عيني تحت الياسمين التكين عدلت العود وغني تحت الياسمين التكين عدلت العود وغني تيرجعوا الغياب